الموضوع اللي احنا جايين لحضرتك علشانه النهارده ده موضوع يعني حساس شويه. ايوه يا اخويا، حساس ولا مش حساس؟ ما تتكلموا على طول بقى عشان انا خلقي ضيق وما بستحملش. انجز اتكلم يا استاذ سمير. اتكلم يا سمير. حاضر حاضر. بص يا ست الكل، جرى ايه يا استاذ زغلول؟ هو انت يا اخويا المحامي بتاعنا ولا المحامي بتاعهم؟ ايه ياما ما تنطق. حاضر حاضر يا ست الكل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا. يا استاذي العزيز، احنا شو محكمة حضرتك؟ يا استاذ دي صلاة على النبي، صلاة على النبي دي بتفتح الابواب المحمودة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بص يا ستي عشان ما حدش يزعل، الباشوات دول جايين لك عشان يقولوا لك معلومة طبية مهمة جدا، ان تحليل الدي ان ايه ده ممكن يتعمل في الشهر الرابع. بسم الله يا اخويا، وانت جبت ايه من عندك؟ طب ما هي في الشهر الرابع. انا ما جبتش حاجة من عندي يا حاج اعتذار، بس المحكمة بقى بتقول انه اختياري بالنسبة للست نعمة. اختياري يعني ايه؟ مش فاهم. يعني حضرتك لو وافقتي وعملتيه يا مدام نعمة المحكمة هتعتد بيه، يعني هتاخد بيه يعني. يا ستي اعمليه، اعمليه عشان تريحي نفسك وتريحيني. طب بقول لك ايه يا زغلول يا محامي، الله لا يسيئك يا اخويا، التحليل ده فيه خطورة على النونة؟ التحليل ده بيتعمل في العالم كله، الدي ان ايه بيتعمل في العالم كله. طب ولو ما عملتوش هيبقى عليا حاجة؟ يعني ايه عليكي حاجة؟ هو انت خايفة من حاجة؟ ايوه يا اختي خايفة، خايفة لا يجيلي حبس ولا غرامة ولا كفالة ولا مراقبة بعد الشر. بعد الشر عليكي يا اختي، ان شاء الله عدوين. لا خالص يا ست نعمة، مفيش أي حاجة من دي، كل اللي هيحصل إن أنت لو ما عملتيهوش الباشوات بقى هيكتبوا مذكرة للمحكمة بعد الولادة والمحكمة تشوف إيه اللي هيحصل. ولو عايزة رأيي بقى اعملي من دلوقتي ونقفل الصفحة دي خالص. بعد اذنك يا حاج اعتذار، بس عايز اقول كده بس يعني اتفضل جمله يعني معلش. انا شايف يا مدام نعمه ان انت لما تعملي التحليل ده وهنقدر نعرف اللي في بطنك ده ابن او بنت شريف ولا لا، وده يضمن لك حقك في المدرسه. وبكده بقى محدش يقدر يتكلم ولا يفتح بقه. هي اللي زي دي هتعمل تحليل؟ دي كدابه، دي كدابه، اللي في بطنها مش ابن شريف. ما تحترمي نفسك، انت فاكره كل الناس زيك؟ استنى يا بيت، بقول لك ايه يا درة بنت، انت لو هلفطتي في الكلام ده كتير مش هيحصل كويس. انا مش هسكت، انا ممكن افتح لك قرنك عادي جدا. طب يا حاج اعتذار، يعني نسكت شويه كده ونتكلم في موضوع اهم اهم طبعا، المستقبل. ها هتعملي التحليل امتى يا نعمة؟ انت بتكلم مين؟ رغد. طب خلي بالك، لو جيجي شفتك هتنفخك. بلا جيجي بلا بتاع بقى، انا من اخر مره كنت مع رغدة وهي ما بتردش، انا قلقان قوي، خايف يكون حصل لها حاجه. انا بفكر ان انا اروح لها. لا 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 لا، ان شاء الله خير خير، ان شاء الله خير، ما تقلقش نفسك انت بس. لو عايز تروح لها روح، بس المهم ان جيجي ما تعرفش، عشان لو عرفت دي هتطير نشيتنا احنا الاثنين. والله عاوز ايه يا فندم انت؟ رغدة خلاص اتكتب كتابها امبارح، لو اتصلت تاني هخلي جوزها يعمل لك محضر ويحبسك. يا لهوي، ايه ده؟ تعملي لي يعني؟ عشان تريحي سامي؟ بالعكس بقى، المفروض تسيبيه زي ما هو كده، مش فاهم اي حاجه يا اخويا. ومنظري وسمعتي وشكلي قدام الناس، الكلام ده عندنا في الحاره تطير عليه الرقاب. بس انت برضو لو عملتي تحليل الدي ان ايه هتدي كده فرصه لسامي. الله الله الله، انا اسف على المقاطعه حقيقي. يعني ايه يا رامز بيه بتعمل ايه هنا؟ وليه بتتكلم في حاجه ما تخصكش؟ ايه موضوع الدي ان ايه ده؟ ايه يا باشا؟ ايه يا باشا، المكتب ده ليه صاحب، مش عاجباك يعني ولا ايه؟ مش تخبط الاول ولا ايه؟ وكلام من غير بواب. وكلام من غير بواب. ومكتبك الظاهر اني شغال اوفيس بوي في المكتب يعني. الظاهر بقى ان انا اخر واحد في المكتب بعرف اخر تطورات. انا اللي خليتهم يعملوا مكتب للنعمه هنا. لا ما انا عارف. عارف انت بترسم ليه؟ وعارف شغل الأرجوزات بتاعك انت واختك. اتفضل حضرتك اطلع على مكتبك. يعني ايه اتفضل؟ هو انا مش عاجبك؟ هو مش قاعد مع بني ادمه جوه مكتبها؟ لا لا، حضرتك تعجب الباشا طبعا، بس انا يعني عفوا انا اسف، يعني انا ما وجهتش لحضرتك اي اساءات، انا بتكلم مع الموظف بتاعي. صلى على النبي، انا ما حدش يقدر يغلط معايا،
ده كان زمان يا حبيبي وجبر خلاص. انا واحده هنا جايه تراعي مال جوزها الله يرحمه، يعني مالي ومال النونه اللي في بطني اللي هتشرف كمان كام شهر، ومن حقي كمان ان انا اقعد مع اي موظف هنا في الشركه عشان يفهمني. ولا حضرتك بقى يا باشا عندك حاجه شمال خايف منها؟ لا 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 لا، بس انا عايزك بس ريلاكس كده، مفيش اي حاجه شمال ولا حاجه خالص، اهدي بس كده، انت تحفزتي فجاه كده خالص. هو بس الموضوع ان احنا يعني ما عندناش موظفين بيسيبوا مكاتبهم في وقت العمل الرسمي. حضرتك اطلع على مكتبك دلوقتي والا انت محول للتحقيق وممكن تتفصل. انت بتقول ايه يا سامي؟ مستر سامي، انا مديرك في الشغل وانت موظف عندي، انا مش في الفيلا يا رامز، ومخصوم منك اسبوع انك مش قاعد على مكتبك. اتجننت ولا ايه؟ يلا اسبوع كمان عشان تطولت على مديرك، اتفضل حضرتك على مكتبك. من هنا ورايح يا استاذ رامز انت واختك ونعمه هانم هتشوفوا سامي جديد، سامي تاني خالص. مطلوب من حضرتك ريبورت كامل بشغلك من ساعه ما صادق اخويا الله يرحمه توفى. اتفضل. ماشي. انا هروح مكتبي وحسبنا بعدين. حسبنا بعدين. بعد اذنك يا مهند. مع السلامه يا باشا. موظف مجتهد جدا حقيقي. طيب انا مضطر اسيبك في شغلك. منوره بجد بمكتبك يعني. يا بنت الايه؟ انت وقعتي كل دول وفضحتيهم وفضيحه الجامده دي؟ دي أكبر من فضيحة 6-1 بتاع بيبو بشو بيبو الجوع. أختك الصغيرة يا باشا. أنا عاوز استغلك بقى كده ونقعد نمخمخ عشان ألاقي أحسن طريقة أرجع بيها قضية صدر وشريف البنهاوي. عشان المرة دي لو فشلت هتبقى خلصت خالص. مش هتفشل. المرة دي هما متفرقين ومتشتتين في مليون حاجة. جلال باشا. عبير، إزيك عبير؟ إزيك يا عم، الدخلة الغريبة دي في إيه؟ يا باشا عبد الغفار باشا البنهاوي. ماله؟ معاش. يا راجل معاش؟ تقريبا متورط في حوار الادويه دوت، الوزاره اتاكدت خرجوه. ياه والله العظيم انا اللي بيجي عليا ما بيكسبش، شفت؟ ده جلال هو المفروض يفرح. عامه انا ورايا شغل كتير، يلا انا قلت اقولك. سلامة يا حبيبي. باي باي. مال الواد؟ زي الفل صاحب اخوك طويل وفرع، مش زي القصير الوزع بتاعك ده. رامي سافر وقال لي لو عايزاني بتعالي ورايا. زعلان قوي؟ الواد ده مش عايز يضحي علشانك. مش عايزة، عايز كل حاجة. ما ينفعش واحد ياخد كل حاجة. بكرة تعرفي. والنبي أنا خايفة يا زغلول. لا خايفة من إيه؟ أنت براحتك، عايزة تعملي التحليل تعمليه، مش عايزة ما تعمليهوش. إحنا موقفنا أقوى منهم بكتير جدا. أنا بس اضطريت أقول كده قدامهم عشان يحسوا إن أنا ضاغط عليكي وإني بايعك لصالحهم وبرضه ما نخسرهمش. أيوة ما أنا كنت قرياك، بس برضك مش عارفة أعمل إيه. هتعرفي هتعرفي. ايوه يا ابليس ماشي يا عم المشغول. لا يا اخويا لما تفضى بقى كلمني عشان عايزاك في حوار كده. سلام. جلال البكري مباحث. طب خليه يتفضل. يلا بالسلام انت بقى يا زغلول. ماشي السلام عليكم. هبقى اكلمك كمان شويه تجيلي. تمام. اهلا اهلا جلال باشا، معلش كان بودي اقعد معاك بس مشغول شويه. اتفضل اتفضل. اتفضل يا باشا. مساء الخير يا نعم، ازيك؟ وربنا انت ابن حلال مصفر. تصدق ان انا كنت عاوزاك ضروري جدا. نعم احنا فتحنا التحقيق تاني في قضيه صادق وشريف البنهاوي، فانا جاي الشركه هنا بصفه رسميه بس جاي لك انت بصفه مش رسميه، لان احتمال احقق معاكي تاني. بس دلوقتي انا جاي عشان اسلم عليكي. تسلم وتعيش يا رب، والنبي انت طول عمرك ابن اصولي. طب قولي لي بقى كنت عايزاني في ايه؟ اصل كنت محتاره والله يا باشا، اصل هم عايزين نعمل التحليل دلوقتي وانا حامل، وانا عايزه استنى لغايه مولد، فكنت محتاره، كنت عايزه حد يشور عليا اعمل ايه معاهم. انا رايي ان احنا نستنى شويه. ما تجيش ورايا. خير يا نعمه؟ ورق ايه بقى اللي انت عايزاه؟ فمش تقولوا لي يا جماعه انا بخش دايما في اوقات غريبه يعني. ايه يا حضره الضابط الهمام؟ سبت الشرطه بقى وتعينت حراس على نعمه؟ بارك يا سامي بيه، مش احنا هنفتح تاني القضيه بتاعت صادق وشريف البنهاوي؟ فعلا. فقلت اجي اقعد اتكلم معاك شويه. لا للاسف والله مش فاضي، واحنا نعمة هانم يعني لينا قاعده مع بعض عشان دي مش وكاله يعني. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ايه جمال ولبها دي يا مدام نعمة؟ اهلا. اقول يا اقول يا نعمة ولا اقول يا مهودي ولا يا مقدم ولا ناوي تسميه ايه؟ لا
اهلا يا دكتور، شرفت ونورت والله العظيم. دكتور عادل ده بقى كان اخ لي والله العظيم. مظبوط. منور والله العظيم. اتفضل يا دكتور. اتفضل. شكرا. اتفضل. ايه الجمال ده؟ اتفضل اتفضل. سامي بيه، انا عايز اتكلم معاك شويه. لما تحب تقعد معايا يبقى حدد معايا. اتفضل يا دكتور. دكتور ايه؟ عادل. هتفضل دكتور عادل. شكرا كتر خيرك. بعد اذنك يا مدام. انت اللي جايبك؟ الله يخرب بيتك، جيت ليه؟ ايه يا بارك وهل؟ بس على فكره وقفي ما تفتحش بنص كلمه. سرك كبير طول ما البن متعكب فلوس. وربنا ما خدت فلوس لسه، لسه ما قبضتش حاجه، ما مسكتش في ايدي ولا مليم يخرب بيتك. جاي تهبب ايه هنا؟ وبعدين بقى انا مش عايزاك تنسى برضو ان السي في بتاعك يا اخويا كله معايا وعندي. لا ده بالليل وتشربي ميته. السر بتاعك اللي عندي اكبر بكتير. وعلى فكره انا مش مستعجل على الفلوس، انا بس بفكرك عشان ما تنسيش. ولا هتنسيني؟ تنسيش ها؟ باي باي. يا رب ايه النصايب دي؟ يا رب استر، هروح في ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي يا سعاد هاني، في واحدة يا اختي شعرها اسود بس هي صبغاه اصفر، وهي عينيها سود بس لابسه البتاع العدسات اللي بيلبسوها دي، مخليه لون عينيها اخضر. هي رفيعه بس حاشه جسمها كله كاوتش وسفنج وقطن. الوليه دي لايفه على جوزك. سكرتيرته منها لله. ما تشيليش هم. انت بقى يا اختي كل اللي عليكي تكشفيها له على حقيقتها. حاضر. معلش يا حبيبتي، كلها نقطة ولا نقطتين وهتسمعي أخبار كويسة قوي. سيبيها على الله وعلى الحاجة اقتدار. إيه ده؟ أنتوا إزاي تقعدوا مع الست دي؟ جرى إيه نورهان؟ في إيه دعاء؟ إيه صعاب؟ الست اقتدار دي ربنا يحميها. كده يا جيجي؟ عاوزة تخبيها عننا؟ مين عنكم؟ دي نصابة هي وولادها. وبعدين بقى؟ وزبالة وحرامية. حرام عليك يا جيجي. حرام عليا؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ كل الناس اتجننت. يا منى، منى هنجيلك مرة تانية. خد يا ست الكل. خد يا ست الكل. بالسلامة يا حبيبتي. اتفضلي، مع السلامة. شيلي المية دي ونضفي المكان كله. حسني عايشة في مورستان. أنا بجد عايشة في مورستان. ولا ما مورستان غيرك أنتِ. أنتِ يا أختي مستحملة الناس دي إزاي؟ اسمعي يا بت يا منى، سيبك منها. أنا عايزاكي بقى تلميلي كل النسوان بتوع الكومباوند، الجيران اللي حواليك وجيران الجيران. بس قبل ما تجيبيهم لي تعرفي لي كل أخبارهم وأسرار بيوتهم. سامعاني؟ ليكي عليا كل يوم أجيب لك 10. وانا هنغنغي. انا عناية ليك يا منى. خدي. لا دول كتير، خدي دول بس. ماشي، سلامين. سلامي يا حبيبتي. ولو دخلت جنة البنهاوي عشت فيها نعمة. اسم الله اسم الله يا واد على الشياكة. ما انت كمان دخلت. الله يرحم. لبس ابو قتاتة وتكاتك ابو قتاتة ولا مش متذكر؟ متذكر. ما خلاص بقى يا نعمة، اورته مات واتدفن، هو وقتاتة نفسه كمان. قول لك يا نعمة، أنا فتحت شركة جديدة. إيه؟ شركة كده يا أخويا مرة واحدة؟ طب من أين لك هذا؟ دي حاجة كده على مقاسه. يعني أنا معايا شركة، بس أنا دخلت بفلوس كده عبيطة. أنت عارفة ابن خالتك بيحب التحويش، ودي تحويشة العمر. ألو أنا اللي كنت فاكرة إن أنا هقف جنب ابن خالتي وأجيب عربية وأجيبه يشتغل لي سواق عليها. وأنا هتكبر عليك يا نعمة، ده أنت سبب العز والنغنغة اللي أنا فيها. أنا مش ناسيلك اللي عملتيه مع الواد كورنر، الواد عمال يدعي لي عشان يعني خدت له مكتب في الشركه عندي، بقول له تعالى اشتغل مع اخوك، يقول لي لا، نعمه اولى، عيل واطب صحيح. النبي انت فايق ورايق، وسايبني يا اخويا في النصيبه اللي انا عايشه فيها دي.
ولاد الحرام اللي انا عايشه وسطهم. خير يا نعمه؟ مصيبه ايه؟ في ايه؟ اخويا اللي اسمه سامي بيه ده. ماله؟ مش عارفه مجنون ده ولا ايه؟ العامل اللي فيها قال ايه؟ بيغير عليا وكل ما يشوف حد معايا يستقصده ويتخانق معاه. بعد ما كان عامل لي فيها 7 رجاله فجاه قلب لي دبدوب احمر. دبدوب؟ العب بقى. شكرا يا مولى. كمان يا اخويا حوار التحليل ده مش عارفه اعمل فيه ايه. خلصانه. انا زي ما قلت لك فتحت شركه جديده ومعايا فلوس كتير. واي حاجه في بلدك ليها تسعيره. انا اروح المعمل ده واخلي الدي ان ايه يطلع الواد ده ابن الشريف لو قلقانه من حاجه. طب جننت، انت عايزنا نروح في داهيه؟ طب ما هو ابن الشريف اصلا. خلاص، ما دام ابن الشريف بيعمل التحليل عشان لما تولدي تورثي من غير اي حوارات. انت شايف كده يا اخويا؟ اه طبعا شايف كده. هو في شوفان غير كده؟ اللي بينك وبين الفلوس التحليل ده. اعملي الدي ان ايه ودي ان ايه ودي ان او ودي ان ايه. خلصينا هنعمل بقى. بقول لك ايه، كان في حوار كده كنت عايزك تعرفيه. انت اول واحده لازم تعرف. حوار ايه؟ خير يا رب استر. انا خلاص ناويت اكمل نص ديني. على اساس ان انت عندك نص دينك الاولاني لما هتكمل التاني؟ انت عندك دين اصلا؟ بقول لك ايه، انا واتجوز. تتجوز؟ اه اتجوز. ومين بنت الحرام دي اللي اقنعت ابليس يتجوز؟ ضرتك سمر هنا. ايه؟ سمر هنا ضرتك. الله يخرب بيتك، ما لقيتش انا دي؟ بص يا كباتن، انا شخصيا شايف ان سلعوه ده لاعب مهم جدا في الهجوم، خصوصا في التسديد على المرمى والانفراد بالكوره. لكن طبعا اداره النادي. ايه؟ انا قصرت في حاجه ولا ايه؟ اسمع بس للاخر يا سلعوه. معلش يا ابو الكباتن، يعني اصل الولد مندفع شويه، بعدين كلامك نهايته شكلها مش حلوه. يا جماعه، اداره النادي اليومين دول بتمر بازمه ماليه كبيره جدا زي اللي البلد بتمر بيها دلوقتي، وعشان كده احنا مش هنشتري اي لاعب من بره، خصوصا في الفتره اللي احنا فيها دي دلوقتي. يا كابتن ده حلم حياتي والمصحف، انا كده هضيع. يا كابتن معلش، بالصلاه على النبي، لو الموضوع اخره فلوس يعني احنا ممكن نحلها مع بعض، بس الولد ده لازم يكمل لعب. ده بص تحس ان ده اللي هيدخل مصر كاس العالم. ما انت عارف يا كوردون ان الباب اتقفل دلوقتي. انا بوعدك ان انا هتابعك بعد كده انت وسلعوه. ادعوا بس ان البلد يتصلح حالها بسرعه. بلد اللي يتصلح حالها؟ انا استنى لحد ما البلد دي تصلح حالها هلعب فريق مسنين. معلش ما تزعلش يا سلعوه، يمكن مكانك مش النادي الاهلي، مش يمكن تلعب في برشلونه. يلا سلام يا كابتن. مع السلامه. ايه اللي انت بتعمليه ده يا سمر؟ بتستعبطي؟ ازاي تدخلي عليا فجاه كده؟ احنا مش عايشين في البيت لوحدينا زي الاول. ما تقلقش، نعمة هانم اللي انت خايف منها قاعدة هي وشوية الجرابيع اللي معاها بيرغوا. عموما انا مش هطول عليك، انا جاية اقول لك كلمتين وهمشي. ها يا سمر، عايزة ايه؟ انا جاية النهاردة اشكرك على كل حاجة يا رامز. تشكريني على ايه؟ اشكرك على وقوفك جنبي في كل المواقف، وانك كنت راجل الواحدة ممكن تتسند عليه وهي مطمنة. يا ستي العفو ولا شكر على واجب، بس بتهيألي احنا معديين المرحلة دي من زمان. طبعا مرضتش تتجوزني، خليتوني اتجوز شريف، شريف مات، حملت منك، دي اخر حاجة كانت ممكن تربطني بيك. بس ازاي؟ لازم تنزليه يا سمر، وفجأة يطلع عليا شوية حيوانات ويسقطوني. حتى ما كلفتش نفسك تعرف مين دول ولا تبع مين ولا زعلت عليا ولا على ابنك. اللي انت بتقوليه ده يا سمر، انا اكيد زعلت طبعا. يا فرحتي، انت كل اللي همك الصيده الجديده اللي معاها فلوس عيله البنهاوي. مش بعيد تكون انت يا رامز اللي سقطتني. انت يا رامز؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ اكيد مش انا طبعا يا سمر، اكيد. بقول لك ايه؟ بلاش نفتح لبعض في القديم. يا رامز، يا رامز انا بحبك. انت الراجل الوحيد اللي انا تمنيته. سيبك من فلوس نعمه، جيجي وسامي مش هيخلوك تاخد اي حاجه. تعالى نتجوز. سمر، انا قايل لك قبل كده مش كل حاجه في الدنيا ليها اخر، وانا وانت خلاص وصلنا لاخرنا، افهمي. يبقى انا كده فهمت صح. اشبع بنعمه هنا، انت ما بتضيعش وقت وانا كمان مش هضيع وقت، بس اوعدك اني هاخد حقي منك في اللي جاي. ما تعملي الدي ان ايه ده وارميه لهم على الجزمه القديمه. ايه يا توت ايه؟ انت عايزه تدمريها ولا ايه؟
اوعى يا نعمه تروحي تعملي التحليل بتاع اي تي تي اللي بتقول عليه ده الا اذا كنت متاكده من الموضوع ده 100%. انا بقول الكلام ده واجر على الله. ما تخرس بقى يا راجل، انت بتلقح على بنتي يا راجل يا ناقص. احنا مش هنفضها سيره بقى من الكلام الرخيص ده. بقول لك ايه يا نعم، هو زغلول صحيح ما بيفهمش حاجه، انما برضه مش هيضرين. وانت الاحسن دلوقتي تعملي التحليل عشان تثبتي للمحكمه حسن نيتك ويسهل لك يا بنتي الميراث. ولو ما عملتوش برضك مش هيحصل حاجه، ورثي زي ما هو. انت خايفه من ايه يا نعم؟ يا بنت انا خايفه من كل حاجه. ما يغركيش وش الجراءه اللي انا عاملاه ده، انا بس بستخبى وراه. بس انا من جوايا ما بترعش، وعظمي كله بيخبط في بعض. حموسه، همسه، 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 يا رامي يا رامي الحقوني 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 الحقوني. تخيلي سامي الاهبل رامي الهلب على البنت نعمه، بيعطف معاها. الواطي كلب الفلوس، ما هو لازم يشمشم في اي مصلحه. شمام، والله كنا مستنينك يا باشا. ايه لازمه البهدله دي يا رشا؟ ما كنا اتقابلنا في ملعب الجولف كان احسن. معلش يا عبد الغفار باشا، انا قلت نتقابل في مكان هادي. وديك ارتحت بقى من تعب الداخليه وشغلها. انا عايزاك بقى تاخد الفلوس دي تتفسح انت والمدام والولاد وتلفوا العالم. كام دول؟ 500,000 جنيه. وفين باقي الفلوس؟ مفيش باقي. بقول لك انت وهي، شغل الثلاث ورقات ده ما ياكلش معايا، انا نصيبي في الشحنه دي ما يقلش عن 3,000,000 جنيه، فاهمين؟ خد الفلوس يا باشا، خد خد الفلوس. بقول لك يا باشا، لو مش عاجبك الفلوس دي اشتكينا في المحكمه، واللي تحكم بيه المحكمه السيف على رقبتنا. محكمه؟ انت هتستعبط؟ ده انا دمرته. تدمرنا؟ احنا؟ ليه يا باشا؟ ده احنا مضحوك علينا زينا زيك بالظبط. احنا الدواء اللي معانا ده هيتباع باقل من ربع ثمنه، ده ريحته فاحت خلاص. يا باشا، الفلوس دي تقدير. تقدير عن حبنا ليك يا باشا، ويا عالم هترجع ولا لا. فلوس دي يا باشا من لحم الحريم. ولو انت عايز فلوسك كلها بقى، انت عارف هتلاقيها فين. عند اللي غرقك وغرقنا، سامي. خد الفلوس يا باشا، خدها. خد الفلوس وحطها في البنك. قول لهم انا خدت من ابليس 500,000 جنيه. انت اول مخلوق ياخد مني الرقم ده واخر مخلوق. اتكل على الله يا باشا. يلا. ده ايه الجشع ده؟ في جشع. الحمد لله على سلامتك يا نسا همزه. انت لازم تشكري مدام نعمه لانها وقفت النزيف. وانا على فكره هكتب لك على خروج النهارده. الحمد لله على سلامتك. بعد اذنك يا جماعه، اتفضل. شكرا يا دكتور. شكرا يا نعمه، ربنا ربنا يخليك ليا. تشكريني على ايه يا بنتي؟ انت مش متذكره ان دي شغلتي اصلا؟ انا ما عملتش حاجه، ده واجب. ربنا يخليك يا نعمه، والله العظيم ما عارف اقول لك ايه. لولاكي كان زمان همسه دلوقتي راحت من ايدينا. ربنا يخليك يا رب. ايه ايه؟ كفايه شكر، كفايه شكر. بتشكروها على ايه؟ شغلانتها نعمه سرنجه. تشكر برضه ان هي لحقت همسه قبل ما يحصل لها اي حاجه ولا تموت. معلش يا سادسه، اصل دي شغلتي فعلا. اصل هم بيعلمونا في معهد التمريض ان احنا يكون عندنا قلب، ان احنا لو شفنا حاله نحاول ننقذها. بيعلمونا نبقى بني ادمين، مش 1 2 3. اساتسه، ومالك متفشخره قوي بالسي في بتاعك ده؟ ليه؟ هي ما تشرفش؟ لا طبعا ما تشرفش. طب تعالي بقى. بقول لك ايه؟ انا سحتها بقى، انا تعبت منها وربنا اللي رقدها مكان البيت ده. تعالي تعالي، انت جبانه اللي بتجري ليه طيب؟ تعالي. بابي فيلم يجنن. انا اطلع بره الخدمه في سني ده وبعد كل اللي عملته في حياتي بسببك؟ يا اخي والله الزعيم عادل امام ده انا بص بموت فيه والله، مضحك. سيبك الفيلم ولا اجيب لك ماتش الارسنال ولا حريم السلطان؟ فيلم ايه وزفت ايه؟ ما هو يا ست اللواء اكيد لازم تقضي وقت فراغ حضرتك بالجلابيه البيضاء، ما انت اكيد يعني مش هتتوب وتقرا قران. انت الظاهر نسيت نفسك يا كلب، نسيت انت بتتكلم مع مين؟ انا المعلومات اللي اعرفها عنك وعن اخوك توديك جوانتنامو، مش ترى ولا المزرعه. اهدى بس يا ست اللواء، اهدى.
يعني انا خايف عليك زورك يتشرخ، بعدين التامين الصحي وحظك في الخدمه غير وانت بره، الممرضات هينحتوك. ايه ده بس كده يا راجل يا طيب؟ معلومات ايه بس اللي انت تعرفها؟ شوف يا سياده اللواء سابقا، هو حضرتك تعرف معلومات ده صحيح، بس مش عشان انت يعني ضابط كفء ولا حسك الامن عالي ولا الكلام اللي بيضحكوا بيه على الناس في الجرايد ده، لا انت عرفت ده عشان احنا اللي عرفناك. حضرتك كنت شريكنا يا بالتواطؤ يا بالحمايه يا بالطرمخه، وانت فاهم. انت غبي يا سامي، غبي ومش عارف انت بتتعامل مع مين. لا وحياتك عارف بتعامل مع مين، عارف لدرجه تقلقك على المعاش اللي انت بتاخده دلوقتي، وعلى الرتبه اللي انت خارج بيها، وعلى الجلابيه البيضه اللي انت لابسها. بص يا سامي، اخوك صادق كان اذكى منك مليار مره، كان زي الجراح الشاطر ما بيدبش المشرط الا في مكانه، انت تمرجي دخلوه يعمل عمليه قلب مفتوح، بوظت كل حاجه بغبائك وضيعتنا كلنا. انا عايز نسبتي من الادويه بتاعت اسرائيل وننسى بعض، ومش عايز اعرفك، ولو شفتك في الجولف هعمل نفسي مش شايفك. هي وصلت لملعب الجولف يا سياده اللواء سابقا؟ اذا فهي الحرب، نخوضها دفاعا عن الحق والعدل. عارف الملاحه والملاحة وحبيبتي ملوى الطراحة، كل حاجة راحت، كل حاجة راحت، مكتبك راح والصفقة راحت والسيوف اللي على كتفك راحت، فمالكش عندي حاجة خالص. وأنا بشرفي لو شفتك في ملعب الجولف أنا اللي مش هسلم عليك، لأن أنا بيزنس مان زي البنت الشريفة، لا تملك إلا شرفها. فأنا آسف، أنت بقيت تهر. خليك فاكر إني جيت لك لحد هنا يا سامي يا بنهاوي، خليك فاكر. إذن إلى اللقاء سيدي الدوق. مع السلامة يا سيادة اللواء سابقا. أجيب لك حد يوصلك ولا إيه؟ خلي بالك من الجلابية البيضة. عسل يا سيادة اللواء والله. عسل. شو يا منى؟ إحنا عايزين كام فيسبا كده علشان إيه؟ نشغل عليها عيال طيارين يوصلوا الأكل للبيوت، لأن الشغل هيبقى زي العسل بعد كده. متقولش كده بقى، ما يحسد المال لأصحابه، امسك الخشب. أهو. أبيض، مراتك تطب. أما تطب. أهو مش بقول لك بدأت تردع أهو. ألو. مطعم أبو حشور السوري. أيوة حشور السوري. أيوة. أمرين خيتي. إيه. في شقف. أيوة. أيوة شقف بزيت زيتون وزعتر. طلبات إيه؟ ايه 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 ان شاء الله ان شاء الله نص ساعه يكون الطلب عند ستك. سلام خيتي. سلام 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 خيتي. ان شاء الله عليك بجد، اللي يشوفك كده يقول سوري سوري. يعني سوري مين؟ قصدك تقول اللي لبس سوري. صبحي صبحي، انت تعرفي مطاعم غيري ولا ده؟ صبحي طليق، وده حشري بيج وزم نعمة هنا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك صبحي. اهلا اهلا. لا مؤاخذة يا استاذ، يعني في كلمتين بيني وبين طليقتي، حاجة يعني كلام في المخصوص كده لا مؤاخذة. وانت حضرتك مش طلقت خلاص؟ اه. عايز ترجع تاني ولا ايه؟ حشري بيج، بقول لسعادتك في كلام بيني وبين طليقتي في المخصوص. كلام في ايه؟ مخصوص. طيب شوف مخصوص واتكل على الله. شوف مخصوص فاضي بس. في المخصوص فاضي دلوقتي؟ حاضر حاضر، خد المخصوص. على فكره يا منى انت كدابه قوي، ثبتيني ان ابليس خطيبك وانت ما فيش ما بينك وما بينه اي حاجه خالص. يا بنت الناس، طالما لسه فاضيه يبقى جوحة اولى بلحم طور. يا منى عايز مني ايه يا صبحي تاني؟ مش كفايه العمله اللي عملتها؟ عملت ايه يا منى؟ الورق اللي كنت واززني عشان اسرقه من جي جي هاني، جابتني واتهمتني فيه. والله العظيم شكلك انت اللي عامل عامله دي عشان تقطع عيشي من هنا. ورقه سرقه يا منى؟ لا والله، هتعملهم عليا؟ وغلاوتك عندي يا منى ما اعرف اي حاجه، اجرى ايه يا منى؟ على ايدك، انا بخش لك من باب المطبخ ده ضالين. منى شعرفني بقى، وانت هتغلب اصلا؟ لا يا منى، الموضوع ده مش هيخرج بره النقطه اللي دخلتيه ما بيني وما بينك. مين ده؟ ليس. ليس هو اللي رجليه داخله خارجه في البيت، حافظ كل شبر، الموضوع ده مش هيخرج براه، ده بذممك ذمه، ده منظر واحد سواه
طب انا قدامك اهو سواق برضه بس على وش الفقر، وهو عايشني في دور العايق والبهوات، بيجيب الكلام ده كله منين؟ بقول لك ايه بقى، انا ماليش دعوه بكل الكلام اللي انت بتقوله ده، ابعد عني انت وهو، انا مش ناقصه اتعيش من هنا. طب وانا مالي يا ميمو؟ بس هو الواد ابليس ده يسرق الورق، زعل مني القمر، ما اتاخد على قفايا يا منى. ألف ألف مبروك يا إبليس يا عريس، والله العظيم هي دي الجوازات العليوة ولا بلاش؟ أمال إيه يا ده كورنا؟ أخوك ما يقعش غير واقف يا والله مثل وقدوة يحتذى به، وفتحت نفس الواحد على الجواز. أنت عايز تتجوز يا؟ أوعى تكون بتغير رجالة. لا بتكلم بجد. بنت حلوة وغلبانة، وبعدين الصبح عينها بتدي أخضر زرعي، وبالليل بتدي فيروز كهرماني. اخضر الزرع وفيروز كهرماني، هتتجوز جنيه ولا ايه؟ دي مين يا دي يا كورنر دي؟ دي اسماء ميمون اخت تركي ميمون. يا دي يا كورنر؟ اتقابلت ولا ايه يالا؟ عرفت البيت دي امتى وفين يا انت؟ فيها ابليس، هي مش بالفلوس على فكره، وبعدين البيت دي غلبانه بس نظيفه ومحترمه. هي مين يا دي نظيفه ومحترمه؟ انت عبيط يالا؟ البيت دي شمال يالا؟ احترم نفسك يا ابليس. مش كل واحده تقول عليها شمال، البيت دي محترمه. ولو على ان اخوها يعني دخل السجن فانا اخويا مش عمرو الليثي، انا اخويا ايهاب ابليس. لك 100 مره البيت دي شمال يالا، افهم يالا. افتكر ان انا قلت لك يا ابليس، وعلى فكره البنت كان عندها حق لما كانت بتقول ان كلكم هتقفوا قصادي وبالذات انت يا ابليس. بس انا خلاص هسيب لك البيت، لان انت اللي عملت اعتبار لا الاخويه ولا لاي حاجه ما بينك. خلاص يا مش حمايه كده، عمل لك اللي انت عاوزه. خلاص وايه اللي انت لابسه ده؟ ده احنا في نقله كبيره يا كفايه ديسكاستنج بقى. تعال تعال اعمل لك اللي انت عايزه يا حبيبي. مين؟ ايه؟ عايز ايه؟ عاوز الرضا والسماح يا هانم والله. حياة ربنا. ايوه لخص. اصله اعتذار مش موجوده، مشت هي ونعمه راحوا يعملوا شويه تحاليل كده، فانا قلت اطلع لسيادتك، احتمال تكوني عايزه مني اي حاجه كده ولا كده ولا اي حاجه كده يعني كده. عايز ايه؟ 10,000 جنيه. 10,000 جنيه يعمل معايا شغل زي الفل يا فندم. انا مش طمعان في اكتر من كده، اكون شاكر وحامد وائل. وائل. انت عبيط. لا بدول عبيط ولا حاجه، بس انا عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم جدا، والموضوع ده لو قلت هنا هتزعلي قوي. انا فهمت انت ايه، مجنون. لا معقوله؟ معقوله مجنون جاي يكلمك في ورق؟ ورق ايه؟ ورق دي ورق ايه يا عبيط انت؟ ورق يا ست هاني، الورق اللي كان معاكي مخبياه بس اتلهف منك. صح ايوه كده. افضلي بصي لي بعينك الحلوه دي، الحلوه وعينيها الخضره الحلوه خطفتني. اتفضل يا استاذ. حشر يا فندم حشر. انا مستعد ادفع لك ال 10,000 جنيه، بس لو كان الخبر يساوي ال 10,000. هيساوي ان شاء الله يا فندم، يساوي. انا كنت قاعد تحت بعمل طلب فندوش. حاضر يا فندم. دخل واحد اسمه صبحي، قال ايه كان متجوز منى قبل كده، فمنى قالت له انت اللي خدت الورق. قال انا ما خدتش ورق، انت اللي دخلت ابليس منى. ابليس هو اللي سرق الورق، هو اللي طلع عند جيجي انا وسرق الورق. صباح الخير. صباح النور. لو سمحت كنا عايزين نعمل تحليل دي ان ايه للجنين بتاع مدام نعمة. اوكي مفيش مشكلة، بس ممكن حضرتك تبنى لنا البيانات دي الأول؟ طبعا طبعا. اتفضل. إجراءات بسيطة كده. أنا خايفة أوي يما، خايفة الأقرع ده يزور نتيجة التحليل ولا حاجة. ده أنا كنت أنسل شبشبي ده على قرعيته، ولا يهمك منه يا بنت، ما تخافيش. ده انت بنت اقتدار، محدش يقدر يقربك. ده قادر وفاجر ياما. على نفسه. ده تكميله في شكلك. شكرا. العفو عليك.
أنا متفائل خير إن شاء الله. اتفضلي. خلود. محدش يدخل عليا خالص. وحشتيني يا سمسم. فين الكبت وفين أيامك؟ وحشتك؟ ده أنا لو وحشتك كنت سألت عليا طول الفترة اللي راحت. أنت عارف أنت غالي عليا قد إيه. عارفة يا بت؟ أنا طول الوقت كنت بفكر فيكي. بجد؟ طبعا بجد. بس أنت يا بت ما تعرفيش إن كورنر ده خط أحمر. النوع اللي اقترب أول تصوير. ده هو اللي حلت في الدنيا يا أسماء. عايزة منه إيه؟ كورنر؟ وأنا مالي ومال كورنر؟ أنت جايبني هنا ليه؟ ما تبرونيش على مصنع المبروم. كورنر حكى لي على كل حاجة. أنا وكورنر أخوك هنتجوز يا إبليس. ولو فاكر إنك هتعرف تحوشه عني يبقى لسه معرفتش أسماء. أخوك خلاص حبني وهتجوزه حتى لو مش برضاك. وماله؟ أنا هعمل لأخويا اللي هو عاوزه حتى لو غلط. هو إحنا من إمتى بنعمل الصح؟ ماشي. بس أنا ليه عندك سؤال واحد؟ اسأل. اسمع، بتحب كورنر؟ جاوبيني. قولي اه. لو قلت اه هعمل لكم فرحكم مع فرح اخر الاسبوع. فرحك؟ هو انت هتتجوز يا ابليس؟ هتتجوز مين؟ نعمة؟ انت ليه عمرك ما حسيت بيا؟ انت ليه بتدوس على قلبك جزمتك؟ كل ده ليه؟ ليه؟ عشان حبيتك؟ انا عمري ما تمنيت من الدنيا دي غير ان احنا نتجوز ونكمل مع بعض. عايزة ايه من كورنر يا اسماء؟ انت لما سبتني انا كنت هتجن ولقيت اخوك رامي روحه عليا وانا بقى هأذيك زي ما اذيتني 100 مرة ومش هخاف منك تاني واخوك خلاص مش هيصدقك. قول له اللي انت عايزه. هو خلاص ما بقاش شايف الدنيا دي غيري. يا ترضى انت بالجوازة دي وتتكتم يا هتخسر اخوك للابد. محدش يقدر يخسرنا اخويا ولا انت ولا مية زي. عندك حق يا اخويا. حقك عليا يا ابليس. انت اللي حقك عليا يا كورنر. انا ما كنتش عايز اسمعك ده كله. بس لما كنت سمعت بودنك ما كنتش هتصدقني. يا ده انا عايزك تدوس على قلبك وتجني. تعرف يالا؟ اعرف يا اخويا. ماشي. حلو الصرف اللي انت بقيت فيه. تيشيرت وبنطلون وحزام وقصه جمال عبد الحليم. مش ناقصك حاجه خلاص كله. والنبي خلاص يا اضحك وفرفش. اللي جاي حلو ان شاء الله. يلا اتكل على الله. ماشي يا اخويا. لا بس انا ليا اعتاب عليك. بيتي كده بتغيبي وتتاخري ورجلي خفت كده من الشركه. ايه ماما رجعت؟ لا يا حبيبي انا موجوده وكل حاجه وماما ما رجعتش. انت بس اللي مشغول عني بمدام نعمه. مدام نعمه؟ اه ملاك الرحمه بقى عندها مكتب وبتستقبل فيه ضيوفها وانت بتقفش قوي على الناس اللي بتدخل لها. مركز معاها ومزغلل عينيك. دي غيرة بقى رنوشي. غيرة بتعيني عليا جواسيس في شركتي. صباح الخير. يا صباح الفل. اهلا جيجي. اهلا اهلا. عملت ايه في مشوار التحرير؟ بكل خير. احنا مش كنا متفقين نروح مع بعض؟ رحت لوحدك ليه؟ والله يا بصراحه جيجي المفترض يعني انت ما يكونش ليك عين اصلا تسالي السؤال ده. ده بعد حركه الورق. بيني وبينك بصراحه يعني لو الواد طلع ابن شريف فانا قررت ان انا اتنازل على القضيه. تتنازل؟ زهقت بصراحه. عايزين نركز في الشغل بقى. مش مصدقك خالص. أنا عندي كلام لما أقوله لك أنا متأكدة إنك هتغير رأيك. إيه بقى؟ أنا عرفت الورق فيه.
على اساس ان هو مش معاكي يعني؟ جيجي ارجوكي حاولي تتعاملي معايا ان انا يعني انسان راشد وبفهم وذكي. بطل الاستهزاء اللي انت فيه، على فكره انت عمرك ما عرفت تفكر. الورق مع ابليس. ما تجيبيش اسم الواد ده على لسانك تاني، بيعصبني. اللي قال لي الكلام ده جوز خالته اللي اسمها اقتدار دي. حيوان زيه. يا سيدي انا فضلت ورا الموضوع لحد ما اتاكدت بنفسي وعرفت ان ورا كل ده ابليس. ابليس الحيوان ده السواق هيعمل ايه بالورق؟ انا قلت كده زيك بالظبط. بس بقى بعد ما عرفت الحيوان ده فتح شركه. ابليس السواق فتح شركه؟ اه يا جيجي. ومش اي شركه كمان يا سام، شركه زي شركتنا دي. وحبه حبه هيقفل لنا الشركه. ده عند امه، ده عند امه الكلام ده. قال ابليس فتح شركه. اه والله العظيم سامي. احنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. احنا وقعنا في عصابه. احنا لو ما حطيناش ايدينا في ايدين بعض هنخسر كل حاجه. ابليس عنده شركه. يا زمن.